الدرس الثاني والسبعون المواريث القسم الأول. المواريث: الإرث للأقارب المسلمين واجب، ولا يمنع الإرث إلا: ألف الكفر، باء قتل الوارث الموروثة، جيم الزنا. يدخل في المواريث المفروضة: الزوج أو الزوجة، الأب والأم، الجد والجدة وإن علا، الابن والابنة، ابن وبنت الابن، الأخ والأخت، أبناء الأخ، العم وابن العم. وللذكر ضعف نصيب الأنثى من نفس الدرجة في أحوال معينة. العصبة: العاصب هو من يحوز كل الإرث عند انفراده أو ما بقي بعد الفرائض، ويحرم إن لم تبقي الفرائض شيئا. أقسام العصبة: العصبة أقسام: ألف عاصب بنفسه كالأب والجد والابن والأخ الشقيق أو لأب أو ابن كل منهما، والعم الشقيق أو لأب وابن كل منهما. باء عاصب بغيره، مثل كل أنثى عصبها ذكر في نفس الدرجة فورثت معه كالبنت مع الابن. جيم عاصب مع غيره، مثل كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى كالأخت مع البنت. الحجب وبيانه: أن وجود بعض الوارثين يحجب غيرهم. ألف حجب نقصان، باء حجب حرمان. الفروض المقدرة في كتاب الله في سورة النساء: النصف، ألف للزوج إن لم يكن للزوجة ذرية، باء والنصف أيضا للأخت إذا انفردت عن أخ أو أب أو ابن أو ابن ابن. الربع، الربع ألف للزوج إن كان للزوجة الموروثة ولد، باء الربع أيضا للزوجة أو الزوجات إن لم يكن للزوج الموروث ولد أو ولد ولد. الثمن، الثمن للزوجة أو الزوجات إن كان للزوج الموروث ولد. شواهد الدرس في الكتاب والسنة: الميراث في قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، في الآية 7 من سورة النساء. وقال تعالى في الآية 11 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ثم قال تعالى في الآية 12 من سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس،
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. وقال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. في الآية 76 بعد 100 من سورة النساء. وفي الحديث الشريف: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، متفق عليه.